برضو يمكن اما هاجي اتكلم مع كابتن شوقي هقول له على حاجه واحده بس، وهي ان لازم تبقى في اختيار اللعيبه اللي هتختارهم اعمل حسابك انك هتلعب 6 ماتشات، ما تعملش حسابك انك هتلعب 3 ماتشات وتخرج فتاخد مثلا 13 لعيب والباقي كلهم جمالات. معلش خلينا نتكلم كده بصريح، لا اتكلم طبعا لان هو كده. كان وقتها كده، كان وقتها كده 13 لعيب والباقي كله مجاملات. ليه؟ لانه كانوا بيختاروا ناس ما هماش يعني مش هم يعني ما اعرفش الله اعلم، بدليل خرج من البعثه الشاذلي ما راحش توكيو، وكان في ساعتها كان احسن لعيب في مصر سنتها خد احسن لعيب، بعدها خد احسن لعيب والترسانه فازوا بالدوري العام طبعا، الله يرحمه يا الله سيدي. يرحمه. وطارق سليم برضو ما اتخذش دلوقتي، وجا ناس اتخذ ناس بقى لانه مجاملات. مجاملات هذا بيحصل يا كابتن. انا عشان كده انا بقول، لان دي حصلت برضو في كاس العالم 2018، لدرجه ان في 2018 خدنا 3 باك رايت، مفيش دعوه اقول اسماء من الناس عارفه، لا كان مع ثلاثه كل ده باك رايت معروف يا كابتن بالظبط. عشان كده انا بقول في احيانا بيبقى الناس اللي مسؤول عن الاختيار يقول لك اخد مثلا ال 12 13 14 اللي انا هلعبهم اعتمد عليهم. والباقي مثلا ما فيش مانع اخد ده، لا اسيب ده، لا اخد ده وهكذا. فانا بقول له خد النصيحة اللي أنت تقولها له بقى يا بالظبط، كابتن. خد عدد اللعيبه اذا كان 18 لعيب واعمل حسابك ان ال 18 دول هيلعبوا ل 4 6 مباريات، يعني هتلعب 3 مباريات في المجموعه وتلعب دور الثمانيه ودور قبل النهائي والنهائي. احنا لعبناهم، احنا لعبناهم، وده المشكله بقى ان احنا من دور الثمانيه، بعد دور الثمانيه ابتدى ما لقيتش حد. بس فناس ليه؟ عشان كده خسرنا 6-0 من المجر، ممكن نخسر بس مش 6، مش 6. وفي المركز الثالث والرابع خسرنا 3-2 3-1 من الشرقيه. فانا بقول من خبرتي، انتوا كسبتوا كوريا 10 يا كابتن. ها كسبنا 10 وكنا لازم نكسب 8، لان نسبه الاهداف زي ما بقول لك كانت بالقسمه اللي ليك على اللي عليك. احنا خسرنا 5-2 من تشيكوسلوفاكيا وتعادلنا مع البرازيل 1-1، فاصبح الماتش الاخراني مع كوريا لازم نكسب 8، فرق 8-0، ويوميها لازم البرازيل تخسر من تشيكوسلوفاكيا على الاقل 1-0. حصل، لانه الخمسه اللي دخلوا فينا بقى محتاج تعدل النسبه فلازم تجيب 8 جوال. كسبتوا 10، جبنا 10، مصطفى جاب 6. ده سله بتلعبوا سله بقى. بالظبط، مصطفى رياض جاب 6 منهم في ما الماتش شاء ده، الله هي حاجه رائعه يعني. واحنا طبعا احنا بنلعب اللوحه قدامنا، احنا بقينا 8-0 ولسه المجر وتشيكوسلوفاكيا زي ما هو، تشيكوسلوفاكيا والبرازيل زي ما شايفين هم، كل حاجه قدامكم لحد ما جه نزلت نتيجه 1-0 لتشيكوسلوفاكيا عرفنا ان احنا اتأهلنا.